صباح الخير يا أعظم بيك بالدنيا. ما شاء الله ما شاء الله، يخزى العين يخزى العين. شو القصر صار حلو لما رجع أحمد بيك، شايف وشاعر بالسعادة اللي نحن فيه بعد ما شفناه. شاعر ومتصور يا مسعود. ومتصور يا مسعود إنكم أندال ومجرمين. وحياة الله لو ما سمعتنا هالكلمتين الحلوية كنا انتحرنا. اعتبروني ما قلتهمش، وتفضلوا انتحروا خلصوني منكم. هلا ما بيجوز الانتحار، ضاعت الفرصة خلاص يا سعادة البيه. فرصة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. أقدر أعرف ليه عملتوا بيتي لوكان ده؟ تفضل جاوي. جاوب أنت. ما بيصير، هو بيفهم منك أكتر. أنت أقدم مني في الشغل والمقامات محفوظة. إيه؟ طبعا مش ناويين تجاوبوا. هتقولوا إيه؟ إنكم لصوص وبتخنوني في غيابي؟ لا بترجيت كل شيء إلا الحرامي. ما هيك يا مسعود؟ هيك سعيد. ومع هيدا قلت له حنعترف لك بالحياة. أيوه هو أنا بقى عايز الحقيقة. حضرتك بتعرف نحن طول عملنا عايشين من خير المرحوم والدته وخيرك. قعدنا نفكر. يا أخي أنا عم أحكي. ما بتفرق، قعدنا نفكر. يا أخي أنا عم أحكي. ما بتفرق. قعدنا نفكر ازاي نرد لك الجميل، ازاي نرد لك الجميل. ايه دخل الكلام ده في الموضوع؟ ما ما ما, ما انا جاي لسعادتك اهو. فكرنا اننا نشتري لك هديه نقدمها في عيد ميلادك السعيد. سالنا حالنا شو بنشتري لك؟ سياره؟ لقينا عندك 100 سياره. سالنا حالنا من جديد شو بنشتري لك؟ يخت؟ اللي لقينا عندك بدل اليخت 2. فكرنا نشتري لك طياره. لقينا عندك طياره. قلنا بنشتري لك دبابه. دبابة؟ ما انت عارف قد ايه بنحب سعادتك. ايه دخل الدبابات والطيارات في تأجير القصر؟ اصل الدبابة تمنها غالي قوي واحنا مفلسين. سألنا حالنا منين منجيب مصاري. قمت عملتوا البيت لو كان ده 11 شهر في السنة ونزلتوا فيها كل من هب ودب. ايه ده؟ من دب؟ مسعود فندم انزل اندهل البنت الغلبويه دي. انا وفيهم يا فندم اللي بتتنطط قدامهم. منى. حاضر فندم. صباح الخير يا مسعود. الله 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 اهو كده خلي الواحد يرسله على بر. الله الله مالك يا مسعود؟ مبسوط شويه. انا كمان مبسوطه. لكن انا عارف انا مبسوط ليه. لكن انت؟ انا كل ما بشوفك ببقى مبسوطه. الله الله يا نور النبي. لا مؤاخذه انا نسيت. نسيت ايه؟ احمد بيه عايزك. طب ما يجي هو هنا. معلش يا ستي هوديه على قد عقله اهو كله بثوابه. يلا 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 يلا